مش عارف ايه رايح اشوف. فجأة طلع منه بريق جميل ونور في جماله العيون ما تشوف. ساعتها لقيت نفسي طاير، لقيت نفسي طاير مع الكتاب العظيم والكنز المخفي اصبحت عليم. الكتاب العظيم كنز مخفي عظيم. كتاب الكنوز عاوز ارجع اليك، الكنوز حد معايا متفرج عليك. كتاب حقيقي للاجيال ودن حقيقه ومش خيال. قصتنا اليوم هي مسألة وقت. في البيت الذي على الناصية في آخر الشارع يعمل العم كين في الكمبيوتر محاولاً إرجاع سمسم وفيفي أوري وجزمو والكلبة شوشو إلى القرن الحالي. غريب، ما الخطأ؟ لقد جعلت الكمبيوتر يعمل، لكن لماذا يتوقف عندما أطلب منه إرجاع الأولاد للبيت؟ سمسم، فيفي، العشاء جاهز. أرجو أن أخدعهم حالاً. تعالوا الآن يا أولاد. عزيزي، ألقي هذا الكتاب جانباً ودعهم يأتون لتناول الطعام. نعم، معك حق. أشكرك يا عزيزي. إن حساء الرائع اللذيذ سوف يبرد. سمسم، ألم تسمع أمك وهي تناديك؟ وأنت يا أوري، لماذا لا تجيباني؟ هل أنتما نائمان؟ استيقظا، وقت العشاء. لماذا أغلقت الباب يا سمسم؟ ما الذي تدبره في الداخل؟ أبي، نحن مشغولان، سننزل لكم حالا عندما أنهي واجباتي. لا أحب أن أقاطع عملك، لكن حاول أن تنتهي سريعا لأن أمك تنتظر. لقد اقتنع أخي أني فعلا سمسم، لكن علي أن أسرع، يجب أن أرجع الأولاد سريعاً. أورشليم القديمة. وقد نقل كمبيوتر العم كين سمسم وفيفي في الزمن إلى هذا المكان ليتمكنا من إنقاذ أوري وجسمه بعد أن وجدا شوشو، لكن يبدو أن الكمبيوتر لا يستطيع إرجاعهما للبيت ثانية. أنا جائع، أتمنى لو أني أتناول العشاء في البيت. يمكن أن نبقى لأسابيع. أخشى أن عمي لا يصلح الكمبيوتر، ربما لا يمكن أن نعود. لا يمكن أن تحضركم الآلة أبداً. والد أوري يستطيع عمل المعجزات بها، انظروا لي كمثال، ثقوا به ليجد طريقه لإرجاعكم للبيت. ها هو ذا. أهلاً، إنه أنا، هل تسمعوني جيداً؟ طبعاً، لكن ماذا حدث؟ هل تستطيع إرجاعنا الآن؟ ترى هل وجدت سبب العطل؟ لا، لم أجده، أقصد ليس بعد، لكن ما قد يساعد في الحل هو محاولة نقلكم ثانية. ثانية؟ لكنها لن تنفع. أرجوكم يا أولاد. فيفي، لنحاول. ولم لا؟ ماذا سنخسر؟ هيا اقتربوا إلي، الجميع جاهزون. 6 5 4 3 2 1، انطلاق. شوشو، أنت بخير؟ هبوط مؤلم. ترى أين هبطنا؟ إنها سنة 700 قبل الميلاد، والمكان هو نفسه، أورشليم. إن الكمبيوتر تحسن طالما تقدمنا هذه السنين. عم كين، لقد اكتشفتها، الطاقة غير كافية. ولماذا حدث هذا؟ حسناً، في البداية كان الكمبيوتر ينقل 2 فقط في المرة الواحدة، لكنكم 5 وهذا يحتاج طاقة أكبر. إذن نحن محبوسون.
حالاً سأصنع بطارية جديدة بطاقة أكبر وسأرسلها لكم، هذا وعد. فهمت، ها نحن في انتظارك. هذا يجعلني أشعر بالاطمئنان. ربما نصل هناك قبل العشاء. وفي هذه الأيام كانت أرض يهوذا تحت حكم الملك حزقيا التقي، بينما كانت أرض أشور تحت حكم الملك سنحاريب الذي كان يطلب الجزية من يهوذا. لكن حزقيا رفض الدفع وتمرد على الملك الشرير، فغضب سنحاريب وهاجم مملكة يهوذا وحاصر مدينة أورشليم بجيش عظيم بقيادة ربشاقي. سيد القائد، مندوب الملك حزقيا جاء لمقابلتك. ما هذا؟ مندوب الملك؟ نعم سيدي. هل يسمح القائد بحضورنا؟ أرجوك. تحياتنا. انهضوا، كان يجب أن يأتي الملك لمقابلتي بنفسه. ربشاقي، لقد أرسلنا الملك نيابة عنه لنذكرك أنك وافقت على السلام، وقد عيننا الملك لمفاوضات السلام. لقد عقدت اتفاقية يا سيدي مع الملك ولم تلتزم بها. لقد دفعنا مالا لرفع الحصار، لهذا يطلب مولاي سحب جيوشكم في الحال. لن أفعل. لكنك وعدت. نعم. هيا اسكتوا، لسنا نخاف منك، لأن الملك حزقيا يقول إن الله معنا وسيساعدنا. اخرجوا من أورشليم، اخرجوا من أورشليم، نرفض أشور، نرفض أشور. يا شعب يهوذا، هذا ما قاله سنحاريب ملك أشور العظيم. لا تسمحوا للملك حزقيا أن يخدعكم. أتجر اليقين؟ هدوء، إنه يخدعكم بقوله إن الله سينقذكم. هل استطاعت آلهتكم إنقاذكم من الأشوريين؟ ليس ولا واحد. لا تلتفتوا إلي. سلموا أنفسكم لنا وتخلوا عن ملككم الذي سيجعلكم تنهزمون بالموت جوعا. أما ملكي فسيعطيكم الرخاء. والآن فيمن تثقون؟ تكلموا، ستندمون على سكوتكم. ارجعوا لحاكمكم وأبلغوه إنذاري، إن عليه أن يوفي الجزية للملك سنحاريب، فلن نترك أورشليم قبل التعهد بذلك. حسنا. ماذا؟ ربشاقي كان يهدد شعبي؟ نعم يا مولاي، لكن الجميع أطاعوا تعليماتك واحتفظوا بهدوئهم في وجوده. ما زال ربشاقي يحاصرنا، وطالما هو هناك فأورشليم ستظل معزولة عن العالم. سيدي، إن الإمدادات تتناقص، كيف نطعم الشعب؟ أيها الرب السماوي كن رحيما. اليقيم، يواخ، شبنا، اذهبوا حالا للنبي إشعيا واطلبوا منه أن يصلي من جهة مشكلتنا. نحن نثق أن الرب سيخلصنا. نعم يا سيدي. سأغطي نفسي بمسوح وأذهب للهيكل لأصلي. أيها الرب إله إسرائيل، اسمع كلمات سنحاريب التي يعيرك بها. إنه حطم شعوبا كثيرة مع آلهتها. أتضرع إليك، انقذنا من يدي حتى يعرف الجميع أنك وحدك الإله. مولاي الملك، لقد وصل عبيدك. اليقيم، أخيرا أذهبت لإشعيا؟ نعم، لقد رجعنا يا مولاي، ولقد أحضرنا لك هذه الرسالة من إشعيا. سأحملها له. حسنا يا رجال، شكرا. حزقية، يقول الرب لقد سمعت تضرعاتك من جهة ملك أشور وقائده الذي عير الإله الحي، فإني سأرجعه في طريقه التي أتى فيها. لن يدخل مدينتك ولن يرميها بسهم. سأدافع عن أورشليم وأخلصها. مبارك هو الله الذي سمع تضرعاتنا. سيساعدنا الله، لقد وعد أن يخلص أورشليم. عظيم. نعم. آه.
ولم تمر هذه الليلة نفسها حتى أنقذ الرب حزقية وكل أورشليم. وبينما كان العدو نائما تقدم ملاك الرب نحوه. مولاي الملك حزقية، استيقظ يا سيدي، أخبار عظيمة، هيا معي خارج الأسوار لترى ما يحدث يا سيدي. سأكون معك حالا. كلهم قد دمروا، 185,000 كل جيش أشور بما فيهم ربشاقي. يا للخسارة، فحاكمهم لم يكن معهم وقت حدوث هذا، لابد وأن الرب سينتقم منه. لقد نجت أورشليم، أنقذها إله إسرائيل كما وعدنا. إنه تحذير لكل من يتهجم عليه. أيها الرب، نريد أن نرفع ذبائح لك، هيا استعدوا، يجب أن نقدم الشكر. نعم سيدي. يا إلهي، ماذا حدث يا مولاي؟ أنا يبدو أنني متعب. الملك يتألم. مولاي مولاي، لابد أنه مريض. ادعوا الطبيب، أسرعوا. ولما سمع شعب أورشليم أخبار تدمير جيش سنحريب تهللوا جدا، لكن في نفس الوقت كان ملكهم المحبوب يرقد قريبا من الموت. هاج ملك أشور ضد الرب الإله عندما سمع ما فعله بجيشه، لكن الرب سمح لسنحريب أن يرجع لبلاده حيث قتل هناك بالسيف. وبينما هو ساجد للآلهة الوثنية في هيكل نسروخ، قتل سنحريب بأيدي أولاده. اليقيم. النبي إشعيا، شكرا لمجيئك، لقد طلبك الملك. أيشعر الملك بتحسن؟ أخشى أنه يعاني آلاما قاسية من شدة المرض. أتسوء حالته؟ كل يوم، وحتى الآن لم يستطع أحد أن يشفيه من مرضه. اليقيم. نعم. لن يشفى من مرضه هذا أبدا. لا، لقد صليت من أجله كما فعلت أنت، ولكن لا أمل. إشعيا، أتقصد أنه سوف يموت؟ هذا ما أخبرني به الرب، يجب أن أقول له الآن. عليه أن يوصي بيته كما قال الرب. انتظر. مولاي، انظر من أتى لرؤيتك. إشعيا النبي. النبي، هيا استلقي. سيدي أرجوك افعل كما قال الطبيب، لا تجهد نفسك. مولاي، لقد حزنت جدا على مرضك. إشعيا، إنني ضعيف ومريض، قل لي ما الذي أتى بك هنا لزيارتي؟ ربما سمعت شيئا. ما الذي تقول يا مولاي؟ لقد جاء النبي إشعيا ليباركك. إشعيا، أرجوك أخبرني بالحقيقة، ما الذي أعلمك به الرب بخصوص مرضي؟ من الله. نعم. تكلمت معه؟ أنا أعرف ما الأمر، ماذا قال لك الرب؟ عليك أن تعد نفسك لأنك لن تبرأ. معذرة يا مولاي. أشكرك لأنك أخبرتني. دعوني الآن لأن نهايتي قد أتت. لا يا مولاي. تشجع، لا تيأس مولاي،
أرجوك تماسك. نحن نصلي لأجل شفائك. فكر في رعيتك، هم يحتاجونك. أيها الرب أرجوك، أذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. دعني أعيش. إشعيا، ها أنا ذا يا رب. إشعيا، ارجع وقل لحزقيا رئيس شعبي، هكذا قال الرب إله داود أبيك، قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، وها أنا ذا أشفيك. في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب، وأزيد على أيامك 15 سنة، وسأنجح جميع أعمالك. أشكرك. أسرع إشعيا للملك ليعطيه رسالة الله، وصنع دواء من التين ليشفي مرض حزقية. وبعد هذا بقليل، النبي إشعيا. أهلا يا إشعيا. مرض مولاي قد شفي وجميع آلامه تتحسن الآن، كان دواؤك طيبا. أيها النبي، لصعب علي أن أصدق أن الرب سيبرئني تماما وفي 3 أيام لأذهب إلى الهيكل لأتعبد. لا تقلق، فمهما قال الرب القدير فهو سيفعل، إنها فقط مسألة وقت. مولاي، سيعطيك الرب علامة ليثبت لك أنك شفيت. أترى الظل في مقياس الشمس؟ حسناً، هل تريد من الرب أن يحرك الظل 10 درجات للأمام أو يرجعه 10 درجات؟ بالنسبة للوقت فهو يسير للأمام، وأنا أفضل أن يتحرك للوراء. كما تريد أنت، سأصلي أن يرجع الله الوقت للوراء. معجزة. تحرك الظل للوراء 10 درجات للخلف. ها هو برهان تحقيق وعد الله. إذن سيشفى الملك حزقية بعد 3 أيام من الآن، حقا؟ نعم، وستعيش 15 سنة إضافية. وأيضا كما وعد الرب فإنه سيجعل كل أعمال الملك ناجحة، أليس كذلك؟ نعم نعم. الآن قد أنقذني الرب، سوف أسبح الرب كل أيام عمري، ولذا سيعم السلام في كل أيامي. وعاش الملك حزقية ونال الكرامة والغنى، وكان الرب معه فكان ناجحا، فعمل البركة والقناة وأدخل الماء إلى المدينة. كان إيمانه شديدا بالرب، فلم يكن أحد مثله بين كل الملوك. أرجو أن لا يكون هناك خطأ. لا، أبي سيتغلب عليه، فهو عالم كبير. اهدأ يا فيفي. أرجو أن لا يستغرق الأمر مدة قبل إرسال البطارية الجديدة. ها؟ إنها مسألة وقت فقط كما أظن. ألم أقل لكم هذا؟ رائع، عظيم. هيا بنا. معذرة للتأخير. شيء خطأ؟ لا تقلق، البطارية جاهزة. أستطيع القول أنه عمل علمي رائع. جيزمو، سأرسلها لك حالاً. هل وصلت البطارية لكم؟ نعم يا سيدي، قد وصلت. أنا أين؟ ها هي ذي. ها؟ رائع. لا، ارجعي يا أيتها البطارية. جوجو، لا تبتعدي. جوجو شوشو. ها هي بطارياتك الجديدة جاهزة. نعم، وزنبركك مشحون وجاهز. هيا ننطلق لقرن الحالي. قولوا وداعا للأعوام السابقة
ولننطلق للأمام حالا. أبي؟ لقد عدتم، مرحبا. لقد اشتغلت. عدنا للبيت أخيرا. نعم أخيرا وصلنا. أوري، ربما تعلمت شيئا من هذه التجربة. تعلمت أني سأصنع كمبيوتر عندما أكبر. أثق أنك تستطيع هذا، أفضل من شخص لا يحب المذاكرة أبدا. حسنا، ربما تقصدينني. كيف يقومون باتهامك هكذا؟ لا أفهم. يا أولاد، أخبرتكم، أبقرينا، أخوك كين هنا. أهلا. أهلا بك. نعم، عاد أبي وأرجو أن يبقى معنا هنا. بالتأكيد. طبعا طبعا. أتمنى هذا، لكن أود أولا الاعتذار لأخي لأني تناقشت معه بشدة عندما كنت هنا. أريد أن أصبح عالما، إن بقي هنا سيصبح أستاذي في العلوم. وماذا عني؟ انتظروا، أريدك أن تصبح أستاذي لأني أحب أن أكون عالم أثار مثلك. صحيح، كيف تصبح لائقا لهذا وأنت لا تحب فتح أي كتاب؟ إنك لن تسكتي إلا عندما. والآن ينبغي أن أضربك. ربما يعني سمسم ما يقول. لنتناول العشاء الآن. صنعت حساء يا كين، أتحب تناوله معنا؟ نعم طبعا، إن أراد أخي أن يسامحني وينسى الأمر. أعترف أني لا أذكر شيئا من الموضوع يا أخي. أذكر مناقشتنا لكنني نسيت. إننا متشابهان تماما. هيا هيا بنا نأكل. أردت أن أسألك شيئا، أجري بعض الأبحاث عن الكتاب المقدس، هل يمكن للكمبيوتر أن... هذه هي نهاية قصتنا، فبفضل الكمبيوتر استطعنا زيارة الماضي ورؤية مجد الله، لكن الآن حان وقت الوداع. وداعا للكتاب العظيم، ووداعا لكل الذين في البيت الذي على الناصية في آخر الشارع.